اتجاه المباني اتجاه دشب العدو يعني الحذر اثناء التقدم خوفا من الامراض والتقيد بتعليمات القائد العسكري في حال ان شاء الله تم التصل بحضارات القرى عدم التعرض للمدنيين عدم التعرض للممتلكات العامه المنطقه هي منطقه فيها غاز نحن الآن على أبواب معركة غصن زيتون. نلتقي هنا الناطق العسكري للفيلق الثالث المقدم محمد الحمادين أبو رياض. مرحبا بك أخوي. أهلا وسهلا. لو تحكي لنا حاليا عن آخر التطورات بمعركة غصن زيتون. آخر التطورات منذ البارحة بدأت فعليا معركة غصن الزيتون لتحرير المنطقة منطقة عفرين وباقي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحزب الانفصالي من أجل تحريرها من هذا الحزب المتمثل بالبيكيكي. طبعا اكتملت الاستعدادات من حيث العدة والعتاد لخوض هذه المعركة من قبل الجيش الوطني السوري جنبا إلى جنب مع الجيش التركي. طيب بالنسبة لكم ما هي أهداف المعركة بشكل كامل؟ أخي الكريم نحن لدينا هدف هو أولا تخليص المنطقة وتحرير الأخوة العرب والأكراد من هذا الحزب الذي مارس كل أنواع الانفصالية والعنصرية ضد شعوب المنطقة سواء كرد أو سواء عرب، بالإضافة إلى تحرير المناطق التي اغتصبها هذا الحزب منذ سنتين وهجر أكثر من 250 ألف مواطن عربي سوري من هذه المناطق، وأيضا كل كردي يخالف مبادئه وأهدافه الانفصالية أيضا هجره من مناطقه. نحن غايتنا محاربة هذا الحزب وتخليص هذا الناس وتخليص المنطقة من هذا الحزب الانفصالي. ما هي رسالتكم للشعب العربي في داخل المناطق وللشعب الكردي أيضا في داخل المناطق التي تحاولون التقدم عليها؟ نحن نوجه رسالة للشعب الكردي والشعب العربي على حد سواء تحت سيطرة الحزب البيكيكي، أنتم أخوة لنا، جئنا وهدفنا تحريركم من هذه العصابة الانفصالية ولسنا لنا أي غايات أخرى بمحاربتكم أو اضطهادكم أو ما شابه ذلك، فقط هدفنا تحريركم من هذه الطقمة الانفصالية الحاكمة لنعيش جنبا إلى جنب بسلام. أنتم أحد مكونات الشعب السوري و الأساسية وعشنا وتعايشنا منذ زمن بعيد وسوف نستمر بالعيش جنبا إلى جنب لبناء سوريا المستقبل سوريا الحديثة. شكرا لك سيادة المقدم الله يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. تحكينا عن تطورات المعركة حاليا اللي راح تتم في منطقة عفرين في اليوم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أبطال الجيش الحر يتجهزون لخوض معركة لتحرير الأراضي العربية المحتلة من قبل حزب البيكيكي، وكما ترى الآن الأبطال يتجهزون للمعركة والمعركة قد بدأت وتم تحرير ثلاث ضياع والحمد لله رب العالمين. طيب بالنسبة لكم كجيش سوري حر ما هي أهدافكم بشكل كامل؟ هل هي كامل عفرين أم منطقة أو منطقتين أو مناطق العربية فقط؟ حاليا أهدافنا هي تحرير المناطق العربية المغتصبة فقط. طيب بالنسبة لكم توضيحكم من قبل طبعا لتطمين الأخوة الأكراد اللي هن ما نعلها في الأحزاب الكردية. كل شيء موجود ضمن العفرين من المدنيين هن أهلنا وأخوتنا وهن بحمايتنا إن شاء الله، لا يخافوا ولا يهتموا إن شاء الله، هن أهلنا وأخوتنا إن شاء الله.